بأعياد الميلاد ورأس السنة وبمشاركة 60 متطوعا ومتطوعة، نظم مجموعة من شباب بلدة المزينة بمنطقة وادي النضارة كرنفال نويل الخامس. ارتدوا من خلاله لباس بابا نويل أحد رموز عيد الميلاد والمحبب لقلوب الأطفال، وجالوا في شوارع وأرجاء البلدة موزعين الهدايا على الأطفال. حوالي 60 متطوع من الشباب وصبايا حاولنا نعمل هالمهرجان برغم الأمراض والكورونا. الحمد لله حاولنا قدر المستطاع انه جميع البابا نويل تكون لابسه كمامات، وحتى عطينا بكل هديه كمان كمامه لحتى نشجع العالم والاطفال تلبس كمامات وتحافظ على حالها وعلى غيرها. وزعنا 1500 هديه شملت كل اطفال البلده، والحمد لله كل مبسوط، هذا هدفنا. شاركنا اليوم انه مع الشباب كلنا مشان بالكرنفال، انه مشان نبسط الاولاد وهيك بعيد الميلاد. كانوا كثير مبسوطين والفرحة هيك بعيونهم كثير حلو. والله كثير حلو، الله يعطيهم العافية يا رب، وإن شاء الله يعم الفرح كل البلد يا رب. نشكر شباب المزينة وكل عام وانتم بخير. مبادرة كثير حلوة، الله يعطيهم ألف عافية، وإن شاء الله بنعد عليكم كل سنة بالخير يا رب. خلال الكرنفال تم التقيد بارتداء الكمامات من قبل المتطوعين، وإرفاق كل هدية تقدم للأطفال بكمامة تشجيعا على الالتزام بالإجراءات الوقائية. شباب ترفع الراس ودخلت فرح لقلوب كل طفل ولقلوبنا وهالمحنة اللي عم يمرق فيها البلد. نشكر كل شباب المزينة، والهدية كانت كتير حلوة وينعاد على جميع أهل المزينة. شكرا لشباب المزينة على الهدية الحلوة والكرنفال اللي عمل الفرحة للأولاد. كل مرة بيكون مميز أكثر من عيد، إن شاء الله بينعاد عليكم وعلى سوريا كلها يا رب. كتير حلوة، لكن فرحة الأطفال مبينين. ميرسي كتير لكل اللي عملوا هالشيء الحلو لأولاد الضيعة. للسنة الخامسة على التوالي تمكنا شباب المزينة من خلال هذه الفعالية من رسم البسمة على محيا الأطفال ونشر البهجة بين الأهالي خلال الأعياد رغم كل الظروف. من بلدة المزينة بريف حمص الغربي، شيرين العلي، الإخبارية السورية.